بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. فحدثني جمع من الشيوخ آخرهم شيخنا الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي غفر الله له ولهم جميعا بسناد كل منهم إلى أسفل من عينه، عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو العاص عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم في السماء. ومن طرائق رحمة المعلمين بالمتعلمين بإقرائهم أصول المتون، خاصة أصول حديث المصطفى ورسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ليفوز بسعادة العجل والأجل. فهذا هو المجلس 91 من مجالس إقراء وشرح كتاب لا في مفساهين في ليلة الأحد الثاني من شهر جماد الآخرة عام 1439 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، بدأ بكتاب 40 وانتهى بسنن المفساهين. يسر الله الإتمام والإكمال ورزق الإخلاص في القول والعمل، إنه سميع مجيب الدعوات. مجلس كانوا مجلس كي كوي سغاشنات مجالس دول مركي شرح كوبنا كتاب كله في مفساحين هبين كان وهبين أحد لبض الجماد الآخرة كن أفر بقول سقال إيسو تنجر النبي عليه الصلاة والسلام. وحن كسو جرني مقصد كتاريخ دي السيرة هي فضائشة كتاب كعوان باللابين والكتاب الثالث وكتاب سدحات الشمائل الشريفة سيفوين كشرفت بضن والنبي أولي صلى الله عليه وآله وسلم أي كتاب كان كتابي هاي الشمائل سيفوينك الشريفة شرفت بنت والنبي جانا صلى الله عليه وسلم لها. أما هالنقطة سيفوين يتلماما أبور كيسة كسابسا أما بتلماما كسابسا رغن كيسة يهب رغن كيسة كسابسا هالنقطة سيفوين يتلماما والنبي جانا صلى الله عليه وسلم أي كتاب كان كتابي هاي. الفصل الأول فصل الكوبات أسماؤه نبي جانا مقعيه صلى الله عليه وسلم يا وكمال خلقته يا أبور كيس لما يسترك ولما يسترين هاي يا قيمة بنان تقول أبور كيس قيمه بنان قروح ذا بنان أي فصل كانوا فصل يويان. باب أسمائه صلى الله عليه وسلم مجايدة النبي لها صلى الله عليه وسلم أي باب كانوا بابي هاي. حديث كنت ضوب قليو تضوب أي أفرتنات عن جبير المطعم حلو رضي الله تعالى ورضى قال حر جبير المطعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي أني أي سجناتي لي أني أي سجناتي خمسة أسماء شن مقع أنا محمد أيانهي وأحمد أحمد وانهي وأنا الماحي كي تراي أيانهي كي تراي أيانهي الذي كاسو يمحو الله اللوين أكتر بي أني سببتي الكفر قال لماذا وإسلام لماذا أيان لإيمانيو قال لماذا أيان تري ماحي أيان لي قانا وأنا الحاشر حاشر أيانهي كي أرورنا يكل منا الذي كاسو يحشر الناس ذاتك لغسو حاشرين دونا على قدمي أي على سنتي سنة ذيت لغوص حشرين دون أما با على قدمي أي قدامي أي يقوم حوها هي راح يجرى ويقع الرأي لا سوى كل من دون أما على قدمي أما بعرب تيدا أي دتك لغوص كل من دون ويقدم بين دونان أي دبس عن دونان أنت بوالغوف السراويا وأنا أنا جن العاقب والنبي جن النبي يد قدم بيانه وأنا أنا العاقب أي الذي ليس بعده النبيون النبي مدرس كدم بينين أيانا ويان أنا محمد وأحمد وأنا أنيق الماحي كيد محوها تراي أيانا هي الذي كاسو يمحو الله والله وكتره وكبا بي به بي أنيق الكفر قال لماذا وأنا أنا الحاشر كي حاشر أها أيانا هي أرورنا أي أما وأكتي سدتك لغسو أرورنا أي الذي كاسو يحشر الناس يحشر الناس دتك لغسو أروريا على قدم سنة ديدا أما عربت إيدو قداش إيدا أما بحريرة إيدو إيهورت إيدو ويان وأنا أنا العاقب كي نبي أدن بي أيان هاي. باب صفات جسمية باب هذا باب باب ويان وحو باب صفات صفوين جسمية جرك لو تيري صفوين كي تلمامه نبي قانو لها وجرك سكو سابسنا صلى الله عليه وسلم أي باب كانوا بابي. حديث كن تضوب قليو سدادي أفرتنات عن البراء بن عازب حاله رضي الله تعالى عنهما قالوا هنا براء كان النبي نبي صلى الله عليه وسلم مربوعا مد حد حد أيوها مد حد حد أيوها أولا مد دائرنا أهين مد قابلنا أهين مد بورنا أهين مد عاتنا أهين حد حد أيو النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا وحاادو كلفقا أما بكلفقا
بين المنكبين لبدا قربود انتو دحايسنا او نين مخو غربيس نبينا وي كلا واسع با اهين له النبي انه حوسقنا عليه الصلاه والسلام شعر انتما يبلغ غارا شحمه اذنيه لبديس دغوت قيبته او هوسيسه وهلكان مخو اها دنبا اي تيمي سنبينا غارجين صلى الله عليه واله وسلم كو رايته وانا النبي صلى الله عليه وسلم في حله اسكوجوك در اسكوجوغا او مخو السود ايان كو اركاي لازم ما انه سروال يهي لكن ودر كر يهوس كنا عويان حمراء يا عسان ايان كو اركي اما غدوده لم ارى انا اركن شيئا شيء قط ولي احسن كقروح بدل منه حقيزه ساس يا نبي ان اركي صلى الله عليه وسلم دحدحاد لنا تيمهيس اي سو دكسن يهن الى مخوها انت او هوسيسا دغها اي غارسيسن يهن غربيس اي واسع كلين صلى الله عليه وسلم سدو كله لبس قروحسن وعسان اسكوجوغا حرن ان قروح بدن يا ركاي ولي هي ان صحابي غاسا رضي الله تعالى عنه وارضى البراء بن عازب. وفي روايه روايه اللهم البخاري مسلم وسنن اعتقال وحي البراء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس دت كان قروح بدن وجها حق وجهه اد بنوي قروح بدن صلى الله عليه وسلم واحسنه حق كان قروح بدن خلقا حق اولك غود اهن او حد مخو قبل اسمه جيركي سنه اد بنوي قروح بدن ليس موسى نهيم بالطويل متر الباين آد ودر بضن ومحوها آد كرلو ايقا مأهين ولا بالقصير متقابن مأهين وحوصلو ايقا نبينا صلى الله عليه وسلم هذا يو نبينا ها باب صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم نبينا تميهيسا سيدي اي اهايين استلمامتو دي اي محوها فاب كانوا بابي هاي حديث كنت ربقوا ليسا غالي افرتنات عن قتادة وحالة غري ابن الدعامة السدوس البصري تابعي قاس قالوا حير قد هذا سألت وحان ويدي أنس بن مالك يا ويدي عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال لي أما رسولك قال لي تميهي سأي وحكا ويدي فقال وحيري كان وحوء هذا شعر رسول الله رسولك قال لي تميهي سأي رجلا قرد أيها تماء أنا آدو جل أحسنين أنا أنو أتكين أو نحن هذا سوالي أيران قرد أيها ليس موسى النبي صلى الله عليه وسلم بالسبط باسم أهين أو تمام حوءها كلا دادنا ما أهين أد ومحوج العسن ولا الجعد تماء أدق وجريرنا ما أهين نبينا صلى الله عليه وسلم بين أذنيه لبديس دقود انت أود حيسه إيو عاتقه قرتيس انت سأي تميس نبينا قراء جرين صلى الله عليه وسلم انت سأي جوغن تمها سهل كسأي قراء جرين نبينا صلى الله عليه وسلم رجلا واتمها أما هنقضينا جرير كان ما أهن كو أدك أجل عسن وكلا بيبان ما أهن وقرب تمر على حد ويان سبت جانا ومحوا بستويان تمها آتكو جلعسن ساسويان بابو نعم حديث كنت أبغى لي كنترات عن محمد بن سيرين وحلاو رقاره محمد بن سيرين قالوا حير سألت حم ويدي أنا سن أي أنا سبن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام ويدي أخضب النبي نبي جانا ميوع اللامي صلى الله عليه وسلم نبي جانا تميس ميوع اللامتي أو تميه أما جرك هالنقطة أما ما بدي هالنقطة ميوع اللامتي قالوا حير لم يبلغ الشيبة لم يبلغ الشيبة الرضا مجارين إلا قليلا إن يرمؤينه أو آدم عروب النبي صلى الله عليه وسلم سيدا درتد إلا نمسهم بهان أي وليه أنس مالك رضي الله تعالى وارضاه باب طيب رائحته صلى الله عليه وسلم باب طيب رائحته أدقون كيسا وناق وقبج لي أي باب كانوا بابيه صلى الله عليه وسلم نبي أن أدقونك ومحوها عرفت وقبج لي أدقونك أي لهيت إي وناق إذا أما بمحوها أذي النبي كان كبح جل صلى الله عليه وسلم أي باب كانوا بابي حديث كنت أبغى لك أيك أنت عن أنس وحلي رضي الله عنه وأرضاه قالوا في أنس ما مسست أما ما مسست ما أنا تابنين حرير ما أنا تابنين ولا ديباجا حرير النوع كمدة أو ديباج لا يراه ما تابنين أو جلعسن اليرك نويل بدل أو كجلعسن من كف النبي صلى الله عليه وسلم نبي جينا عليه الصلاة والسلام على عشيسة يا محو عنك عدديسة كجل عسن ما أنا تابنين ولا شممت ما أنا أرنين ريحا أذيك قط ولقي أو عرق أو عرق عرف عرفا أما عرف قط ولقي أطيب كأذيك بدن من ريحي ريح ذا أذيك أما عرف النبي نبي جينا عرفتي صلى الله عليه وسلم ولقي وحك أذيك بدن ما أنا عرفين أي ليه هاي ننك لي أنس مالك رضي الله تعالى وارضاه الطيب ويا النبي صلى الله عليه وسلم حديث كنت أبغى لي لبي كنت
عن أنس وحال وريي ابن مالك رضي الله تعالى وارضاه أن أم سليم أم سليم واتقنا وأنس ويديس رضي الله تعالى وارضاه كانت وحي أهيد تبصد مد أوفيديسه أو جوجشة للنبي النبي صلى الله عليه وسلم نت عن حرك حرك أي نبي أن أقول لجرت صلى الله عليه وسلم أو فيقي مبا صدو حتى هذا ها هي أما مقر فيقيل كدمن وقيل سنجري قيل رضو حالي يهرد هذا ما ننت له هرد وليبا حلقة ظهر كأجار كيسة أيالي هذا ويان فيقيل وقيل سنجري عندها أكت هذا على ذلك النطع على ذلك النطع حرقاس أما مقدس أما محوان سانتس أما مقاركس أيها النبي صلى الله عليه وسلم كسا حنجري أتكو قيل سنجري قال وحيل أنس فإذا نام النبي النبي جاءنا مركو هردة أخذت وحيقا ذنجرتي من عرقه لذت كيس النبي صلى الله عليه وسلم إيو شعره تميهيسا فجماعته كذب من حيكو أرو لنجرتي في قارورة قارورة ثم انت كذب من جماعته حيكو أرو لنجرتي في سك عذر اسكو دردرة قال وحيري فلما حضر آناسو فلما حضر قدرت كسو حضرت آناسا من مالك الوفاة جيرد أي كسو حضرتي أوصى وحود الدارمي إلي أنيق راوي ومحوان وليشيس كميت أياده أن يجعل إلا يالا في حنوطه كفنتيس لمرنا وحيابا كفنت قفك مركا لقيننا لمرنا ومحوان كفورتي وحيابا لوشوها إلا قدرة من ذلك السك عبر كأسكو دردركها قيب كميت إن مشى محوها كفنتيس لقدرة أي كدر دارمي قال وحيري فجعل وحال يري في حنوطه كفنتيس شيء لمرنا إيه هيق لقيننا أي الله قدر أي أوليه هاي ننكاس رضي الله تعالى وارضاه ورحمه حديث كمرك وحديث كعد أم سليم رضي الله تعالى وارضاها أي النبي قال وحو تجري قري كذا قيلوا تجري كدمنا الصب أي النبي قال لا تجري أما بق قول كسم إنسان هرقة أي لا تجري كدمنا ودنا كواد ودنا هذا كل مرك النبي قال ليه كإسق أي أروسن جرتي رضي الله تعالى وارضاها قررت بيكو أروسن جرتي كدمنا التماء علماء وحي إليه انتماها سيقوية كلا يفسر يسوع أبو طلحة أي اتماها قيب كميدة سوق هذه اتماها قيب كميدة أي سوق هذه حلق النبي صلى الله عليه وسلم وجوغي حديبية أي حجك اللبض جربة تميه قيب كميدة سوق هذه أي هيستي أي ليه اتماها أي ليه اتماها أي محوها ليه تكار النبي أي اسكت داري جرت كدمنا عبر كاس أي هلكا كودة داري جرتي على العموم كدمنا النبي صلى الله عليه وسلم ليه تكيساس يا عبركة يتميه ساسين إسكت درسن جرتي إلى مركة عبركة إسق وحباقي أها جيريديس أرز مالك رضي الله تعالى وارضاه أيو باقي أها أو كفنتي سأيا مركة حلق لك فناي أي عبركة إسق على مريي رضي الله تعالى وارضاه مركة دليلك محوية هاي دليلك محوية هاي عرفتها إذا كنا بيجنا سدوا عرفان بنا أي محمد لقى قادنا يا أي لقى قادنا يا صلى الله عليه وآله وسلم وبأبي هو أمي ونفسي صلى الله عليه وسلم مركة تمهان مركة أي قبدا أم سليم قاضي يا عرقس ما أنت مركة قدتك صالحين توصوبا يا علماء يا خيارت إدتك أهل طاعبة يا أولياء إله سبحانه وتعالى المتقون ما الله استعمالك راء وتمهو دي إيو عرقو دي إيو وحي لمتك ما الله بركيسنك راء ويان جوابت وامي جوابت ماي ويان محيي لي سيد سادات الأولياء وأبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رجع أيجا يا بركة يستي أنت تكو هيسان وما يويان ويحكوا كده من باب أولى مركا أرنتس وحيابها خصائص النبي جناي كميتة صلى الله عليه وآله وسلم الفصل الثاني فصل كلابات عظم أو عظيم أخلاقه صلى الله عليه وسلم دقن كيسة وينانت يقيمها أوقبي أي فصل كان فصل يهي باب كوبات باب حسن خلقه صلى الله عليه وسلم النبي جنا طبيعة حديث وناجا أي قبتيه محوان باب كانوا بابيه حديث كنت ضرب قليه قفك قلب مركها إيجو مركو حديث ثان دقيسته وهذا حديث ثان مقله أما أخريه ها إيجو طبيعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إيه طبيعة حديث هيسبر برديك مرك وميزانها سارو تنكفتها سارو وتين النبي جانا تيسا نكفتها سارو مرك فرق جنا واضح هي إيه ماشان يسوجونا مرك أنت عنها قياسه وبين السماء والأرض حتى وحلا ذي كريم وحرات القياس كريم بل عند جيسنه حديث كنت ضابق ليس دحي كنت نات
عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما قال في عبد الله بن عمر لم يكن النبي النبي كان موسى صلى الله عليه وسلم فاحشا مد هذا الحن مد هذا الحن موسى النبي كان صلى الله عليه وسلم ام حش الله واه اما قمرجئه موسى النبي كان صلى الله عليه وسلم ولا متفحشا مد اسك دندوننا ام حوها اسكريسنيما اي قمرجينيما ايو هذا الحمي ايو افدو هالما ايو اسكما رادين جيرين النبي كان صلى الله عليه وسلم وكان وحوها صلى الله عليه وسلم يقول مدير هذا ان من خياركم كون انكو اخيار سي اهادين احسنكم محوها كان انكو وناك بدن اخلاقا حق دقنك اخيارتك انكو اخيار سن وكو انكو طبيعه الصوبن اي النبي كان يجري صلى الله عليه وسلم حديث كنت ربك لي افري كنت نات عن انس رضي الله تعالى عنه قال في انس خدمت وانو اديقي النبي النبي كان انو اديقي صلى الله عليه وسلم 10 سنين 8 سنه فما قال امره لي اني اف اف امره اما اه موسى النبي صلى الله عليه وسلم ولا لما صنعت اما شيء كان معه سميسن موسى دين شيء انقبت امره مع سميس ولا الا صنعت ارنك معه يلي ويدين يقوم معنا النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنه قفكو اديقاي اودن ولغا اه دين اما اف دين اما نغلتك اذن دين اما با اذن شيء كان معه سميسن ويش اما شيء كان معه سمين ويدي بل هل هذه مرك الدنيا ما لقيا بأن لقوا أرك يا وحنو ملينا وأرنا أدو علس إن لهلو هذه كنت ضابق لكم دان إشانات عن أنس المالك وحالي ورضي الله تعالى وارضا قالوا في الأنس كان رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس ذات كانوا وناك بدن خلق الحق طبيعة أي نبي أنه صلى الله عليه وسلم باب حياؤه النبي أنه صلى الله عليه وسلم شوت كيس أي باب كانوا بابي حديث كنت ضابق لي اللي حكم دانات عن أبي سعيد الخدري وحالي وري سعد مالك بن سنان وين قالوا في سعد مالك بن سنان كان النبي النبي صلى الله عليه وسلم شد مد كدرنان بدن حياء حق حشوتكم من العذراء جبد بكارضه او جبد ير او فودليده او في خدرها دندوب كذا كجرته قول كذا قول كذا كجرته النبي انه كحشود بدن صلى الله عليه وسلم واذا راى شيء وحشاهد واركم يكره النبي ونعبيه نعبيهنا عرفناه حن كغرن جير نعيب كيس اما شيء اسق انه حن يحي في وجهي وجهي النبي انك غرن جير صلى الله عليه وسلم قبله مركي يا رامان تحشوتك ما الله يواس وأشتال قبله لقوا مثلنا حشوتك وراجس قبله أيها ما أنت بحلاقي يا با هنا يكون ترى رامبا قف ما أنت دمرة وكير صدا إيشان أما با أفرت كير ما لقي يا با وما دعي كرتا هنا يترك جد أو محوها اللي حتى ما لقي يا با صدا هذه أي جرتا أما لباتن إيشان أي جرتا أما لباتن أي جرتا اما شاني تمان اي جرت ما دعي كرتا نين ان اي كحشوتا او جيتك اولا حتما دعي كرتا وي مانتا لجوب هدي اعدارتا قف دمرة او ركا اللي حانيسا وحادو قاتا داء ديد ان اي قارتي صدن ايشان ايكا كورا ساولا سعودا مركا دمرة دا اهوذا قف كرابا ومنحوها جيت هال اسكاكور اي ماذا هدي اي كالي حتى قفتا صدن ايشو ايكا كوينتا اما صدن اقل شو ايكا كوينتا هدي اي كالي حان ويدان وحادو قاتا ان دا اهان اي ودا ايرت ساوزو قاتا marka waxa way wax dareemaysan xaaladda marka waa cagsi fadleyd maanta ayaga dad taraaraya adiga maanta jaabi hadda bax ama xilliyada ciriiriga uu jiray suuqa nada aan dhax joogno dhaxmar laga mayaabo qofto mar adiga balay xani nasiibka ama garabka lagu dhufanayo diiqada baad ku dhex nasiibka ama adiga balay xani ha ka yaabin waa nadir thumma nadir thumma nadir hadii ay ka leh hatana waa dadkii muxuu aha dhaqanki iyo xishoodki iyo diinti iyo kala dambeyntii iyo ahadiisna nabiga sallallahu alayhi wasallam oo nabiga dhigi jiray وحبا امتان او لازم تان جدتك ان اي هود او برتمه جدك اسكو كلا بلارن انسان حق ملي دين ايو نبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ما انت رواه درتيو وحا ويان وحا اسلي راهي حقوق دمر كلا الى الهي اي مقلايين اي مقلايين ان اي اد تاثير سو سامايساي كدبنا ان اد كلا حتى ما ان اي كلا حنين ارنت ايدنا صح ما هن دين اهنا صح ما هن دقن كين سو بنا او وناكسنا مخوها صح كما اهن وحا ويان حقوق دي الهي سبحانه وتعالى او سينا ما اهن ان رج مخوها darbiyada lagu talaa ayaga ay bartamaha jidka ay saas muxuu ahaay ay taxaash taxaash leen sax maahan waxa loo baahan yahay marka qofta haweeyda muslimada inay Allah ka baqdo subhana wa ta'ala haqeeda waxa weeyaan inay jidka marti xaq bay u leedahay laakiin inay jidku isku balaariso oo ragga garbaha ku dhufato oo ragga aanada israfka ay saarto sax maahan mana u banaana sharcan dhaqan ahaan uma haboona waana arkaysa nabiga sallallahu alayhi wasallam sahabiyadkii waqtiga joogay say ahaayeen iyo uu ka dambeeyba say ahaan jireen gabdhaha yar yar inay xishoon jireen والنبي قال نحن لو قلت عليه السلام انه كو حتى كسي حشود بناي صلى الله عليه واله وسلم وافديه بابي وامي وبنفسي يا ما حصل يا صدر يا شيخ انت
maya maya saas baabkaas kalama joode waxaan kala joodaa un muxuu aha muhiimadda inay un tahay in heerka la maray oo dadka xishoonan ay yihiin dadkii taqriiban diintan i dhaqankan xilligi ay aadki aadka looga dhagna soo gaaray un kala joodaa marka arinta ayada runtii waa arin loo baahan in caada tarbiya la sameeyo oo hatta dadka ubadkii lagu tarbiyay gabadhihii ay xishoodaan lagu tarbiyay wax badan xishoodku xaqada social media han iyo iskuuladka la wada dhigana maartayna wiilkii gabadhii in la wada fariisiyo ay laazim ka tahay hal kursi lagu wada fariisinaya wiil gabar oo maxaa qasbay hadii xataa lagu qasbanaado in hal fasal la wada fariisiyo gabadhii dhan in la mariyo wiilasha dhan la mariyo oo la kala dhowr maxuu ahaa diidi mal maanic marka waa iska imtixaan ummad adduun madaxa ku socdaan joognaa adduun madaxa ku socda oo lagu yihin kor ay jiraan maxaad ka filaysaan marka ya ها 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 معروف ها 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 مرة ها 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 maxay ka fureen Mombasa meel ku dhagan halkaas ay ka fureen marka rabay ayaa la yiraahdaa laba noo kanasi ay ahaayeen halkaas ay ka fureen kadibna ummada muslimiinta ah oo hadda Kenya ku nool ama Soomaaliya noqdeena ama Rakoosti ha noqdeena iyo dadka muslimiinta ee Kenya ku nool xitaa dhankan Momias mamlaka islaamiga ka jirta dad muslimiin ah ku nool dhamaantood way diideen iskuulaadkan ay ilmuhooda geeyaan laana iskuulka ee gaalnimada isku xirnaayeen cid kasto oo iskuul gasha way gaaloobi jirtay sanadada ka bixi jireen لذلك وجر أي أهور إسمال نود إستان قبل كان صومالي إدك تلقى فرو ميل إسكول مارك إسكول كلا فرو يحلق استعمار كأي هيدي عد إمادو أو إسكول كاسو حادر تأيال لواي اللي نحايا لعنو قدو إسكول تقو وقالو بشكل ملان معروف هو وقالو بيا شريف قول محوها قلتين إنو أهيان فيلا يا أيا وحا الله كيني زنزبار وان المسلم أها أيا الله كيني هل كاس أيا الله كيني كدمنا إساق أيا لي رما داما ومسلم يهي isagaa laga carreen isagii markaa muxuu ahaa iskuulkii halkaas ragga ka soo baxay rag odayaashan hadda taqaanaano chairman ka dhisay business community muxuu ahaa macal raahin iyo senator yusuf haaji raggaas ka mid ah raggii ugu horeey oo iskuulaadkaas galay oo muxuu ahaa shariifkaas isaga ah oo muxuu ahaa halkaas reer Zanjibar ahaa uu u bilaabay waxaan kala jeeda marka iskuulaadkan caadiga oo hadda nidaamiga asalkooda waa asal kanisiga marka waxa ay kanisiga ka soo jeedo marka waad garan kartaan هدف كلا جرب يسوي هاي إيو حتى إن للسلامة إيو إن دقن حشود أوت تجي يبقى وحفظ دوا لكن قال لما إن دلوا قال يا قصص صحيح حتى إنك أتقى نارهم حوها وزير كريمة دي بدأها كينيا وبناي جدانا وديار ده اللي عجرت إنك أسقى فامل كيسو دوا مسلمين دمان وريمة وات قرني سام فامل كيسو دوا مسلمين وا أسقى رك وحوها إنك نسيه سو هو قال وبي إسكولات كأي كريسات كفرين حوها قبل كان مرسبت agar kada iyo dhigtay halkaas iyo marka kadibna gaana ayaa la adiyay muxuu ahaa jaamacad kanisa kasoo dhameeyay ila PhD uu kasoo qaatay kadibna uu saas ugu gaalobay faamilkiisa dhan waa muslimiin marka iskuulaadka dhaqamo badan oo diinteen waafaqsan ayay leeyeen lidalik hada iskuulaadkan damjiga oo islaamiga ah muxuu ahaa la furay oo qayb islaami ah iyo qayb waxa wayan maadiga in isku dhaxwada waxyaabaha keenay maxay tahay asbaabta keenaysa iskuulaadka ilmihi baybalka lagu qasbay oo siyaariga lagu qasbay dhaqan xumidaas iyo salaamtaas aad jeegaysaan xijaabkii laga dhigay wama ila dalika dhaqalaal boqolaal ah ayaa ka dhici jiray marka iskuulaadkan hadda islaamiga ah isku dhaxdarka asbaabta loo furay in uu wax u laga badbaadiyo diinta weeyaan laakiin wali haddana macallimiinti ayaa dhaqankii ku tarbiyoobin marka wax badan ba laakiin wax ba fududaaday alxamdulillah wax badan sidii ka fududaaday marka ilaahay subxana wa taala dhowro ayib باب من تقم صلى الله عليه وسلم من نفسه باب وحوبا به من تقم أموسن أرقذنين صلى الله عليه وسلم لنفسه نفسه أموسن أرقذنين حديث كنت تضبق لي تضبق كنت رات عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها أنها عائشة قالت وحيتري ما خير لما دور ما تقلين رسول رسولك صلى الله عليه وسلم بين أمرين لبقى الرموت لحظة لما دور ما تقلين إلا هديل لدور ما تقلين أخذ وحوق قادة جرنا بيقنا صلى الله عليه وسلم أي سرهما كان أقول سهلا ما لم يكن ذو سنهين إثما دنبي فإذا كان ذو إثما دنبي ك
كان وحو هذا النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس ذات كان وفران بدن منه حقي سويا ومن تقم أموسا أرقدني رسول رسولك صلى الله عليه وسلم نفسي نفسي زما أرقدني إلا أن تنتهك إن لجيح ولا قرريه حرمة الله حرمة إلهي أو فينتقم وأرقدن جري لله اللوين بها أيضا أرقدن جري ويا النبي عليه الصلاة والسلام ساسوها هذه لا بشيء إلا دور رماد قليه شيء سهلا أو محوى المسلمين تقول سهلا إلا هو مشرع النبي قال وجدينا يا أو وحي النبي قال سمي والله قد دينا يا لا بشيء هذه لو بربر اللي يسبر بري شيء فضوط أو مدي أو سهلا أي النبي قال سمي جري صلى الله عليه وسلم سيد وكلا شيء أولي وحي يجي هدوس دميهين هدو دميه وكفى عن جر النبي عليه الصلاة والسلام طلبات النبي قال صلى الله عليه وسلم هذه لبات اللو جيست ولي جيس نفتي سوما أرقدن إلى دينة إلهي إن لو واحد قدبه حرمات إلهي لجيره ولا تراره وباب كلامك أيضا مركز هو أرجو نجرب بيجانا صلى الله عليه وسلم حديث كنت ضابق عليه سديت كنت رات عن عائشة وحلي ورضي الله تعالى وارضى أنا مركز أم فيرنه حال دينا ما أنت كتابك الله لو عياري دينك يا لو تمني أنت أصل الشيء قف بدينك عين وهكذا إت دقاجين ملهم لكن عريا اسكت ضيوا إنه قبيل فلان أنت سوى كلا شك شجع هي بل كورما أما قفك كرامة ديسي حك شجع سجل في تركيزه نفتيس يومديس نفط وضرب وظهر يا دمان لكن هذه دين تلاه لقته أنت أيضا عد يرسنوا على ما أركويان عدا كلام لها قرانك ها ها محل لقو ده لقو به ودين مثلا لقو أسطورة أو كذا أسطورتان ميت شيء كل يبقون مهمة هذا حركة قبله إسحل قامي وحمر يوتيوب إذا كانت رامينا أو حيسكح القامين دكسية القرآن كي مساجد أي ورقة يانا وح على وح كتابه وضيع تقريبا جو أي أرورنا يان كدمنا مال وحيوفرن قيبنا أسمين قريتنا أوكرانيين أسمين وديارين كدمنا وح الله بين كره الله ضيع ترك وضيع تريا وكتاب عادي كده يان كانوا كلا كده يان وحي كلا سوهرني ميل وحي أدينا يان مقالة كبحسن وما قال مقوبة يان مساء قدبة وقضة يان هذا على العموم واقن إن لا أسطرة وحي امتهان وسن كل عين وكتابك إلهي سبحانه وتعالى قرانك إلهي كلامك إلهي أن لغو استاغن أو ميل حلون وسن كل عين مهمة تاسوه يان لقانا فائديست نعم حديث كنت ضبق الإسدادي كنت نات عن عائشة وحالي ورضي الله تعالى ورضا قال دوحيت العائشة ما ضرب موسى قرعين رسول رسولك صلى الله عليه وسلم شيء شيء قط ولقي بيديك عندكم موسى قرعين ولا مرأة هوينين موسى قرعين ولا خادما أذيقنا موسى قرعين خادم موسى قرعين إلا أن يجاهد إن وجهاد في سبيل جدك ألا مؤيني ولي سنبقنا عند سحكم قرعين لا دمر ولا عرور ولا خادم وما نيل لمقار منه حقيس شيء شيء قط وليس أو دبلغ مسامين أو فينتقم وارقوت من صاحبي صاحبك كارقوت مدع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ينتهك إلا قرريه أما اللجاح أما با لبربوري الله تراره شيء شيء ومن محارم الله محارم الله كميدا إله وحيابه وحرم يلي أو فينتقم وارقو دنجل لله اللوين وارقو دنجل عز وجل باب حلمه صلى الله عليه وسلم النبي قال عليه الصلاة والسلام دلقات كيس أيو باب كانوا بابي حديث كنت ضوب قليه سألي كنت نط عن أنس ومالك وحالي ورضي الله تعالى عنه قالوا في أنس كنت وحانها أمشي مت سعودة مع النبي نبي قال الله سعود صلى الله عليه وسلم وعليه النبي وحاضر صارنا قوتي برد قع نجراني ماشي النجران اللي يراده لون نسبي نجران هذا وحكت الله قبل الله وحكي كميت السعودية أو دنك يمن سوي حكته أي كميت هاي ويان دنك يمن سوي حكته كونفورتا وحويان أي سوي حكته كونفورتا يمن أي سوي حكته عفوا هاي سوي حكته وغوي يمن أي كونفورت السعودية حكته مركا نجران أي لغوس من جرقاء السجع غليط الحاشية درف كيس أنا آدي وواتك ومحوها qaybta darafka oo gumka ama wareega ayaa adka go' isaga wayan haahi fadrakahu waxa ka dabayimid acrabiin ril baadiya fajadabahu ku soo jiiday go'i jadbatan soo jiiditaan shadiidatan daran ayuu nabigaana ku soo jiiday calayhi salaam nabiga go' isaa u saarnay ayuu inta darafka qabtay jif go' ku soo jiiday wayan hatta nadartu ila an ka eega ila safhati aatiqi nabiy nabigaana sallallahu alayhi wasallam قرتيسا بلر كذا أنك إيجو قد أثرت أي ساميسي أي ضاوعدي به السجع حاشية الرداء
go'i darafkiisi uu muxuu ahaa dhaawacay oo muxuu ahaa calaamo u yeelay weeyaan haay min shiddati jadbatihi jiditaankii uu ninkii reer baadiyaha go'a ku soo jiiday darnaanteeda awgeed ay u dhaawacday weeyaan thumma intaa kadib intaa kuma istaagin reer baadiyihii ninka ahaa thumma intaa kadib qaala wuxuu yidhi mur ii farlii aniga min maalillaahi maalka alle alladii kaasu cindaka agtaada ahaaday ii farhalli siiye in markuu go'a ku jiiday oo nabigeena dhaawac gaarsiiyey ayaa wuxuu yidhi waxaad yeelaysaa maalkii ilaah agtiisa ahaaday ii farhalli siiye saasuu muxuu amar nabigeena kusii calayhi salatu wasalaam maxaad samayn lahayd adiga marka adiga madaxweyne ah maxaad samayn lahayd oo ciidan iyo umadi dhan ayna wixi hataa u fiiris horay un lagaga yaacay maxaad samayn lahayd yaa sheekh xabsi bas ah xabsi bas ya yaalaa ka dil leh soba maba la daahiyeen baka isaga ya ka isaga waxaan u malaynaa hal saalba ayaa muxuu lagu xiri lahay maba daahenba waaye kadibna waxa weeyaan markuu saa yidhi ayuu faltafata ilayhi markaasuu nabigeena saa u milacsaday saasuu u fiiriyay nabigeena calayhi salaatu wasalaam kow fadaxika kadibna nabigeena wuu qoslay ulla nabigeena calayhi salaatu wasalaam thumma amara lahu wuxuu u faray bicataa-in wax la siiyo wax siiyu dhahay bal arka marka ninka isaga wuxuu la yaabayaa dhibka haayo iyo adadaygiisa iyo xurmada nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo xataa codka in kor loo qaada suusuna aqoonin markuu nabigeena eega wuu naxariistay wuuna ku qoslay markaas wuxuu yidhi waxa la siiyey yaa waa arkaysaan alacraabu ashaddu kufran wa nifaaqan wa ajdaru an laa yaclamuu xuduuda maa anzala allahu calaa rasuulihi إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم وحبيرات عقل ومشكو هايان لما أرك ربي سبحانه وتعالى كو هذا هلك محمد ولا هلك قايل لنا وحي أكسوني لما أرك ربي سبحانه وتعالى وكو أيها همرك هدوب يقانو وحويان وكو أيها محوك يا حراقي نبي أنتو كو قسل وحيل وحلصي مرك أنقنا ولنا في رسول الله أسوة حسنة ما هو ذكرنا بقولك بقولك دينا لكن أنا اسك أنا داجنو أنا اسكت دينو ويان نعم باب كرمه صلى الله عليه وسلم نبي قال الدقيق سنما دي سيب باب كانوا باب يهين حدد كنت ضرب قال إلى حدنات عن جابر حاله رضي الله تعالى عنه قالوا حير جابر ما سئل النبي النبي قال لم أيدين عن شيء لم أيدين قط ولقي أو فقالوا إلا ما يا النبي قال وحسيها دي لي ولقي ما يكم سين أي مسنهن وحده هجري هدو هاين وسنجري هدو سن هيننا وحده هجري بل وحد يلي حبنا إيمان دونه صدق مرينا إمادا مرأي وحنا إمادا وقت فلان نقصون نقا ساس ونبي قد يجري عليه السلام حديث النوع عسان إمادا نصو مرني حديث كنت تضبق لك إلى حدات أنا أنس وحالي رضي الله تعالى عنه قالوا في أنس ما سوي لرسول الله ربي لغم ويدينين على الإسلام إسلام لغم ويدينين شيء إلا أعطاه سنجري قف كمربة هدي إسلام وحلو ويدي وحا أيضا لم يدى من سألكم بالله فأعطوه قف إله وحنكو ويديست سيه ويان قالوا حير فجاء رجل باوي مدفع طهو سي غنما اري يوسي بين جبلين لو بور تدخاي بور حقا كوتالي اي بور حقا كوتالي اري انتس عدد كيس ولاغي هي اي نبي قال نكاس عليه الصلاه والسلام فرجع الى قومي قليس اي الله تحير مكدما فقال وحير يا قوم تلو اسلموا والاسلام فان محمدا نبي محمد عليه الصلاه والسلام يعطي وحب هي عطاء عطاء سيسمه لا يخشى اوسن كبغي الفاقه فقري ولن ان بكبغي الفقير نما سوى حبحي وحبحينا وحدي ليسان إيه نبي محمد أتقى إيه إسكا إسلام كل ما سوى إسلامين نعم لذلك إن بضم كمدة وحيوسوا إسلام جرين قبائش دم خاصة عربتي للبادية حولها زي وحس كدي من مركز إسلام كي مادام بمركز بقلبي إيمان كي أقول دعاء حول إي باب كاز مركز حاجة إسكا توري جرين باب شجاعته صلى الله عليه وسلم النبي قال عليه الصلاة والسلام جيس نميزة يباب كانوا بابي حديث كنت ضابق إلا بي لحدنات عن أنس رضي الله تعالى عنه قالوا حير أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس ذكر اقوانا بدن ايها أيوة النبي صلى الله عليه وسلم واجود الناس ذكر ودي اخسسن واشجع الناس ذكر وجيسن ايها النبي صلى الله عليه وسلم وناك يدخسنمو يجيسنمو ايها النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام قال وحير وقد فزع وحارق قحي او بقي اهل المدينه غير مدينه ليله هبين بايرق قحي رقح با كدعي او مخوها عد اي وهاي مقلين يا مبعد وهاي مقلين وي غخين ويان سمع وهاي مقلين صوتا قواق اي مقلين وهاي سنه عدو جاي سو غلي ايامه لبقي واذ جاءكم من فوقكم ومن تحت رجلكم وايده مخوها احزابتي حلي مخوها احدي حليه كرم قالوا هي فترقهم النبي
nabigana ayaa ka hor yimid saxaabadii markii ay dhawaaq maqleen way baqeen laakiin meeshii ayaa lagu wada yaacay hal mar oo meeshii la aaday fatalaqahum annabiy nabigana ayaa ka hor yimid ala faras faras isagoo ku sugan oo liyaabi talha tabi talha u lahaa uriyin ee leeda ama ba adaysina waxba ay saarneen faras maxuu ahaa wax kooray waxba ay saarneen oo sidiisi ah ayuu nabigeena saarnaa calayhi salaatu wasalaam meeshii codku ka yaalay ayuu ka soo laabtay wahuwa isagana mutaqallidun uu muxuu ah jeeni qaarsan yahay سيفه وسيفته النبي قال جاي قرصنا عليه الصلاة والسلام فقال حيري لن تراعوا لن تراعوا لم تراعوا لم تراعوا لما أرجع جحجلين لما أرجع جحري أما يعني هرجع جحنا ويان أيو النبي عليه الصلاة والسلام أنتم مش تجاي أيو عتك أيو أسوء هذه كدمنا صحابة أيو كريم عليه الصلاة والسلام جسنا بالأركب ثم قال رسول الله حيري صلى الله عليه وسلم وجدته وحن أكو هذه فرس كان بحرا بطن وياه أو أد محوها فرس ولا رين وياه أيان أجاذي ويان وجدته حن هلي أما بكو أجاذي بحر بط إنه يهي يعني الفرس فرس كيقول جودة محوها ساس ويان طريقته نبي يعني هذا الكيس في الكلام حق هذا الكيس طريقتي هي ها حبكيس في الكلام فكوا هلا شو نبي يعني وهل الجرا يباب كانوا ذا يحدث كنت رب قولي أفر إلى حنات عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها أن النبي النبي يعني صلى الله عليه وسلم كان وحوي النبي يعني يحدث متك شاكيا حديثا شاكي النبي شاكين جل أما حديث النبي يعني شاك جل لو عده ودود كريو العاد كان فينا الأحساب وحسابي كريو وكوبي كريو نمر مركو نبي يعني هذا الشيء هذا الكلام ديك ديجان أو قدر بيسن قدر هذا قدر هذا قدر هذا لا أو ندق دق وزن كتير أي نبي جانا شيء كتير حي لأن نبي قرب عليه السلام إن لقح دي قرب وحي أتشجع إن صحابة أي وحيان وقاطان إن أحد ديان إن برتان أي نبي جانا غبا مرك ترتيب ترتيب أي نبي جانا شيء كتير صلى الله عليه وسلم حديث يكون لح بختواب غلي شن لحنات عن رأس المارك وحال أولى عن النبي حكر صلى الله عليه وسلم نبي جانا كانوا رواي نبي جانا إذا تكلم هذوكها بكلمة كلمة أعادها ثلاثة ست حجرة وما بيجنا سوء الإنجليز حتى تفهم عنه إلى أنك فهمه إلا وحي ويانا وإذا أتى هذوي ماذا على قوم قلع أو فسلم أو سلامنا فسلم عليهم نعم أهي حديث كيران كعين لي يا مرك ميكروفون كأيا مقنع مرك أرضي حاجرت كلاس وعطاء يوتيوب كلاس وعطاء دروس تاجرتا مركون كل إلينا باب التواضع صلى الله عليه وسلم ورحمته النبي قال صلى الله عليه وسلم تواضع عيسى هو سوديك يسير حديث أي باب كانوا بابي حديث كنت ضابق اليوم سدحي الإحذانات أنا ناس مالك وحالي ولي أن مرات هويني كانوا حوها في عقلها عقل هذا الشيء شيء باكو سقنا وقف عقل لمن أي هيد فقالت وحيدي يا رسول رسولك لو إني أنيك إن لي أني أي يسولت إليك هذه حاجة ثندن فقال وحير يا أم فلان فلان هو يدي سي انظري إيك أي سكة كجدتك كيسابة شيتي أدونت حتى أقضي إلى أن كوغو ذلك أدي حاجتك دانت هذا أنكوغو إمادو
وديشة قدمت هذا وين فخلا ولقوا النقضي معها أيضا من عيدة في بعض الطرق الجديدة قاركوت النبي قال ليس صلى الله عليه وسلم مدينة جد كمدة حتى فرغت إلى كذا ميسته من حاجة قدمت إليه والنبي وش قت عليه الصلاة والسلام مركز تواضع النبي قال عدني سام باب طريقته صلى الله عليه وسلم في الكلام النبي قال صلى الله عليه وسلم طريقة ليس يهبك والنبي وهل جرى يبابك نبى بحديث كنت ضابق اليوم أفر إلى حدنات عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم كان روحي النبي قال يحدث مت شاكة حديث شاكة أما حديث أي نبي قال شجري لو عد وادو تري العاد كان تري لا أحسه وكوبي كر لها والنبي قال هذا وكل دقري دقري كل دقري جر النبي قال صلى الله عليه وسلم إلا ووحي حديث كنت ضابق لي شيء لحدنات عن أنس بن مالك وحاله ورع النبي حكوا صلى الله عليه وسلم أنه النبي قال كان روحي النبي قال إذا تكلم هذا وقال بكلمة كلمة عاد ثلاثة سدح جري النبي سعيد جري عليه الصلاة والسلام حتى تفهم عنه إلى لقى فهمه وإذا أتهدوا يمد على قوم قلا وفسلم عليه النبي قال وسلم سلم عليهم ثلاثة سدح جري النبي سلام جري صلى الله عليه وسلم مجالس ركى ولي بوينتهي باب ضحكه صلى الله عليه وسلم النبي قال قصل كيس يبابك رباب سدوها مدرا مقابنا سوهان جري حديث كنت ضابق اللحي لحذنات عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حيث العائشة ما رأيت النبي النبي قال من أركن صلى الله عليه وسلم مستجمعا إسقى أوت كلا صدي أوت كلا إسقى أوت كلا صدي مستجمع وأود إسقف كنو ككل ميو حوك سارة ويب لم أرى ما رأيت من أركن عفوا النبي النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا إسقى أوت كلا صدي قط ولقي ضاحكا حاله يمت قسلا مركو قسلا أودي سو من قسلا اسكو قيمان أركين حتى أرى إلى أنك أرك منه حقيسا لهواته دلقوي دلقديس إلى أنك أرك ورقي النبي قال أودي سو قسل اسكو قي إلى دلقديس أي كم وقته ورقي ما أركين ما أركين أي يمحوها أي عائشة رضي الله تعالى وارضها نعم إنما إن كلما كانوا حي النبي قال يتبسم مت محوها موصودا ينبغى أنه صلى الله عليه وسلم مرك قرنا دول الله يسئي لأرك جري صلى الله عليه وسلم يتمحوها الكيس لأرك جري باب من سبه النبي صلى الله عليه وسلم قفك النبي أنه عاية حون كيس محونا قنية حديث كنت تضابق اليوم تضابق اللي حدنات عن أبي هريرة رضي الله تعالى وارضها عدها من سخر الدوسي راوية الإسلام أنه سأل سميع النبي نبي ويكم رسول الله سلم يقول النبي أنه سيقول اللهم الله فأيما مؤمن قفك سو مؤمنة سببت أن عايه فاجعل يل ذلك أرنك سجى له يسوي قربة ألو دواشة إليك هذا حجارة قربة ألو دواشة إليك وكل دواشة يوم القيامة ما أنت قيامة ويل ويان نك استواري أو حكى شجان عيا إله يوم أنت قيامة دواشة وكل دواشة ويل أي نبي صلى الله عليه وسلم الفصل الثالث فصل الزحاب باب قوله صلى الله عليه وسلم النبي قال كويرا يباب كانوا بابيه الفصل الثالث فصل الزحاب طرف وقبل إيقيب ومن معيشته صلى الله عليه وسلم النبي قال إنه ليش يسقيب كمدة سوء ولا أيو باب كانوا أيو فصل كانوا فصل يويان باب قوله صلى الله عليه وسلم النبي قال كوير أيو باب كانوا بابيه ما لي أني إيه محانا قد حي ولدنيا الدنيا حديث كنت أبو قليس دادي لحدنات عن عمر رضي الله تعالى عنه ما قاله عبد الله بن عمر أتى النبي النبي حيمت بيت فاطمة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيو يمت فلم يدخل عليها أم سنجلين ويمت لكن مسنجلين وجاء علي علي أيام يمدو فذكرت ويشكت له ويسأل ذلك أنك سقوا حيتري النبي أيام يمد عليه صلى الله عليه وسلم أبي أيام يمد قل يا نسوا مجالين فذكره للنبي النبي يوشكي إن أيرنت فاطمة لبستي قال حيرين أنا رأيت وحنكو أرك على بابها الباب كقول يا وحنكو أركي سترا ده يانكو أركي موشيا أبوا موشيا إلا حربي لفيوري لقرحي يانكو أركي قالوا حيري ما لي ولي الدنيا أنا جاء دويم حنا قد حيو أي نبي صلى الله عليه وسلم فأتاه علي علي بأوي مدر فذكر ذلك الله نبي وحو عليه السلام كوجس قال وعي أرنك صار عادي فذكر وش قال لها أيضا أرنك صار وش قال فذكر وش قال ذلك أرنك صار ونبي كوجس قال وعي لها أيضا وش قال أرنك صار نبي قريب صدق عليه السلام فقالت وحيتري ليأمرني هاي فرا فيما فيه ده سجى بما شاء وحدنا سيد الرب يري يا إيسو شك سني على مرك حنقول سمايا قالوا حير ترسل ترسل به ترسل ويدريس به دهس لهربي إلى فلان هبل ويدريس أهل بيت دد أهل بيت دد قري وصاحبه بهم حاجة لبيسا دد أن وحوها ضرب هاي سنين وربني فلان هأدرت ويا دد كاس هأديس أيها النبي قال أمركم بحي صلى الله عليه وسلم باب ما كان يأكله صلى الله عليه وسلم باب ما شيء بابك أيو بابي باب كان كان وهذا يأكل عنا صلى الله عليه وسلم النبي عنا ديس أيو باب كان بابي حديث كنت ضابق لي سائل لحدنات عن عائشة رضي الله تعالى وارضها قالت عائشة ما أكل آل محمد نبي محمد قال كي صلى الله عليه وسلم ما يعون أكلتين لبا عنا في يوم مان
إلا هدي أي دعوة إحداهما الله بوا مت كم التمر تمر أي هيد ويان والله بعو نا أو سوقيسن أو عنا وناكسن هو محوها هيلب له ما لا ما هل ما لا بجر ما يعنين ولقد محوها أي لا ذهي عائشة رضي الله تعالى وارضها هدي أي مد عنا عاد النقطة مد كلو تمر تمر كنا وعنت ذا تنقول لي دم وتقرنيزن طلع عنا ويان ها هي حديث كنت ضابق لتضواترت عائشة رضي الله تعالى وارضها قالت حتى عائشة ما شبع مدر جن آل محمد النبي محمد آل كيسة حاسس كيسة إيه عرور تيسة ومحمد آل كيسة وقال أيانه من قدم المدينة ما قال المدينة ما أنت سوقل لقصوا بالله من طعام البر قمديقة عنادة إذا كما إدر جن ثلاثة ليال سد حبين تباعا دبقى شويا حتى قبض النبي إلا قبل الله عليه الصلاة والسلام سد حبين النبي محمد عليه الصلاة والسلام غير كيسة ويسكوه هكتا قمري كما يدرجين ما أنت مدينة صغرى إلى لقى قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث كنت ضبق لك تضباطنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها عائشة قالت وحيت لعروة عروة ابن الزبير ويها برير وهيت أسمع يا بشي وهي قلت لي يا ابن أختي ولا شيء ولك يدي إن كنا وحان هنا لننظر كوا أركاء إيغو إلى الهلال بش مكا بلا تويان ثم أنت كذب الهلال كدبنا بشكل ثلاثة أهلة سدح بلوط يسدح أركتي أو في شهرين لا بلوك سوغن بشان الأركيا إلى بشكل أي كدمات ما كدمات تي لبعض الأركي كدبنا تي لبعض الأمانة تيز دي هذا الأركي لا بلوك يسكوه لكن أركتي وسدح أركتي وما أقيد والحال ما أقيد أنا لهرنين في أبيات رسول رسول قال قريه سنار الدب أن لغوش دين ويان وعناء أن لغوكرينين فقلت حالي يا خالتي هبريري ما كان يعيشكم حيد النورين جري ام حد كن ولدين قالت وحيت الاسودان لبد مدوبه ايان كن ولدين ويان التمر تمرتيو والماء بي لبد سين كن ولدين الا انه لكن انه قد كان حوسنا عند الرسول رسول الله حوسنا دي جيران جيران با اسغنا دي او ميل انصار انصارت با اسغنا كانت له حوسنا منائح حول ارمانسي اه ايا اسغنا وكانوا حي ام ارمان وكانوا حي يمنحونا كوا محوها إيرماني أو كان رسول رسول قال من ألبانهم عنه هذا النبي كان أو كان جرين من حاهان أو كان جرين فيسقينا كدمنا فيسقينا النبي كان ونورا من جري عناه سيونا دنسين جري صلى الله عليه وسلم هذه كنت تطبق لي لبي تطبقنا أنا شت وحري ورضي الله تعالى ورضاه قالت وحيت العائشة ما شبع آل محمد نبي ذلك إسكما يدرجين من خبز بر قمدي خبز إيروت لغسمي مأدوم وليبا للسوقي أو إيدام إيه محوها مرق لمرقي ثلاثة أيام سد حمال الموت حتى لحق بالله إلى إلهي أتكه ليلة أتكه جيري كما إرقين ويان صلى الله عليه وآله وسلم هذه كنت ضابق لي سد حي تضباطنا عن نعمان بشير وحالوي قالوا حي نعمان ألستم ياذا أهين في طعام عناء وشراب عبتان ما شئتم انت دونتان قراء قضاء عشاء عناء انت عرتان صوم عنيسان وعبتان انت عرتان مع عبيسان شاهي عب محوها سوق وحق الجدا عبتان كعب وهكذا صومتين بيها عب صبروا غلاكم مجرتان لقد رأيت وان اركي نبيكم نبينا يا نركي صلى الله عليه وسلم وما يجد وسن هلين من الدقلي تمرتت هذا حن اولي دن ومحوها بفكة ما يملو حكوب حي به سجا بطنه على وش النبي صلى الله عليه وسلم يسكن هل ان ايامك ويان ادين كان ما انت عنا محايدين معان محايدين خرار يا الذين هذه كنت ابو غلي افري تضباطنات عن قتاده وحا لا وري ابن دعامه السدوس البصري تابعي رضي الله رحمه الله قال وحي يريد قتاده كنا وحان هني ناتي انس بن مالك ما رو ايمان جرني رضي الله تعالى عنه وخبازه كي تروتي ودباي خبزنا قائم وتاغن قال مركز انس وحي يري كلوا عنا فما أعلم مؤقي النبي نبي مؤقي رأى ينو أركي رغيفا كبس كبس أما روتي مرققا للجلعي حتى لحق إلى كهللي بالله اللوين وخبس نوعا محوان مرققا نبي قولي اسم الأركي صلى الله عليه وسلم ولا رأى نبي موسى لكن شاتا نف أريئة وصميتا لفرني حنيت لحنيدي حنيت أما فرن لقلي بعينه بعي نهي إيش قط وليسكم وأركن النبي جانا صلى الله عليه وسلم أو النعمة ذا ما أنت عن كجر أنا قاعد مركز بقى هذا لا تجا حلا ذا هاي فرن إيه كان إيوه الله يسي إيه كان إيوه مندي إيه كان إيوه وحويان أي لا إيه كان إيه باب كاس النبي جانا صلى الله عليه وسلم سوما مرن أي ولا يهاي إنك اللي أرمس مالك رضي الله تعالى ورضاه سميت كوام مر نافك الله فرن يسقى محمد أي لبا وفرن اللي جلي ويان أما الحنيدي حدين كنت ضابق اليوم شنيت ضباطنا
عن أبي حازم وحلو القارث لأبي حازم سألت سهل بن سعد بن سعد بن وري فقلت حنري هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني النقية بركة كيسة عط وسافقة النبي قال نمحوا الروتي اللي قسمه إيه وحواس النبي قال نمحوني فقالوا حير سهل ما رأى موسى لكن رسول الله النبي قال موسى لكن النقية بركة سافقة وهذا بركة عادي عبان كوكل ويانا موسى لكن من حين ابتعثه الله الله مركو صبح اللي قسمه بالله حتى قبضه الله إلى الله كقبله النبي قال نمحوا موسى عنين موسى لكن قالوا حير فقلت حريري هل كانت لكم ينسونات في عهد رسول الله النبي قال زبن كيسة مناخله سكسيجوين بركة iy rashinka marka la shiido kan lagu kala bixiyo oo daqiiqa iyo maxaa baalka iyo jariirta lagu kala saaro miyad lahaydeen shahmiir ho kala weeyaan oo cunada lagu miiro sigsigahaas miyad lahaydeen qaar u xiir maara rasuulalla nabiga kale muusa laakin munkhalan sigsigahaas muusa arkin min xina abtaasa wallahi allah markuu soo bixiyay laga soo bilaabo hatta qabadahu ila adka adak qabilada qaal waxii qultu waxaan iri kayfa kunna sidaa hadan ta kuluna shaciira qamadiga sidaa u cun jirteen gaira man khulin isaga oran la bal bixinin oo la sigsigeen sidaa u cun jirteen qaal waxii kunna waxaan inad xano ku shiida oo wana fuxu kadibna afufu andi jirin muxuu aha fayatir wa habubi jiri ma tara wixii buub oo bal iyo muxuu aha buusha aya ka duula jiray wa ma baqiya wixii harana sarraynahu wan qasi jirnay فأكل له كدمنا مركان قصنه أيام حوها كدمنا أن الخبز يهان لقد يجا يروت الروتية فأكل له عن الجرن ويان حديث كنت ما بقولي لحيت ضباطنات عن قتادة وحلاين ودعالة السدوس البصري عن أنس وحكال رضي الله عنه قالوا حيرة أنس ما علمت ما أجي النبي النبي صلى الله عليه وسلم أكل إن عني على سكوجة سكرجة وصحن النوعية أو يرى قرحونا أو وقت أنس محوها لهل جري النبي قال ولي يسوع سحنا ذا نعز وقول ما أركن ولا خبز له النبي قال له ما محوها الدبين مرقق خبز تتاد الجنعي أنا هذا عن جرمي أيه ملوح يكون له النير لق إن يطلع جابه ولا أكل موسى عن على خوان سحناها محوها سلقة له أكر قاضا سحنا وحجر محوها هوس كله تير كله أكر قاضا سحناها سخوان كان النبي قال لكم وسعين صلى الله عليه وسلم قط ورقي قيل وحلوا القتات وحلوا يري فعلى ما كانوا محيها يعني أكون كوكونا وهذه أي مركز سحناها صنع عزل لقوا عن جري محلوا عن جري قال ما يكون عن جري قالوا حي على السفر سفرين كانوا لكم لقوا فدي لقوا كاس محوها سليال يحيى من عصي انت الله فدي أيام محوها أي كون عن جري هذا حرامين مركز تكتو بعد أن لبقى يحيى الله سمحوها الله صارت مرت يأفرك يحيى الله صار نعزوك الوين باب فراشي صلى الله عليه وسلم نبي قال جوجشيس أي باب كانوا بابي حديث كنت باب قلي تضوي تضواتنات عن عائشة رضي الله عنها وردها قالت حديث عائشة كان فراش الرسول الرسول قال فراشك سحوها من أدم مجد أيوها أما بحرك أيوها وحشوه وحيابها محوها لوبحي وجدها كججرنا وحوها ليف ألقى أما بحسكل أيوها حسكل أما ألقى أيوها وفي رواية لمسلم رواية إمام مسلم محوها كسوغنا وحا كسوغنا قالت حيث العائشة كان وسادة رسول الله رسول قال محوها بركنتيز وحي أهيد التي تاسو يتكي وكدنك سد عليها إيادا من أدم مجد أي كسما يسند حشوها شيء قال لغو محوها عبي أما لغو بوحينا أو قدها كججرنا ليفون ماشا أنا صوفك إيه إسبونجد إيه أي كججرتا ليفون ألقاء ما بحسك حسكول أي أهيد ويان هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على عبد الرسول مصطفى